تحطي اللايك واشتركي في القناة احسن لك، وتفرجي على الفيديو للاخر كي تعم الفائدة. الأبحاث المطلوبة للصف الثالث الإعدادي، وعليك تختار بحث واحد هو بس اللي هتعمله، إما عن البيئة أو الزيادة السكانية والأمن الغذائي، تحسين البيئة العلمية والتكنولوجية. آخر ميعاد لتقديم البحث هو يوم 15 مايو القادم. لازم نلاحظ أن عمل ملخص للموضوع ما يقلش عن 70 كلمة وما يزيدش عن 80 كلمة. يعني إيه ملخص؟ يعني هنلخص كل الموضوع اللي هنكتبه، يعني عدد كلمات الملخص ما تقلش عن 70 كلمة وما تزيدش عن 80 كلمة. كلمات محتوى البحث تكون من 700 كلمة ل 800 كلمة. يجب إضافة فقرة باللغة الإنجليزية من 70 ل 80 كلمة، مع مراعاة الاهتمام بقواعد النحو والإملائية ومراعاة الفواصل. يتم تسليم المشروع بطريقتين، الطريقة الأولى عبر منصة التواصل أدمودو، الطريقة الثانية يسلم المشروع على سي دي أو فلاشة وتسلم للمدرسة باليد. قبل ما أبدأ أي بحث بكتب يمين الصفحة عنوان البحث، وتحته بكتب الرقم التعريفي للطالب، وده بجيبه بشهادة ميلاد الطالب من الموقع اللي خصصته وزارة التربية والتعليم لكل الطالب، وهو هيظهر لكم دلوقتي على الشاشة. هكتب مقدمة البحث اللي هختاره من الأبحاث الثلاثة المقررين على الصف الثالث الإعدادي. هتكتب مقدمة عن البحث اللي هتختاره، البيئة أو الزيادة السكانية والأمن الغذائي، تحسين البيئة العلمية والتكنولوجية. دول هما الثلاث أبحاث المقررين على الصف الثالث الإعدادي، وعليك تختار واحد منهم بس اللي هتعمل منهم مشروع البحث بتاعك. بعد ما كتبت مقدمة البحث اللي اخترته أكتب عناصر الموضوع، بعدين النتائج بتاعته، ويجب أن أختم البحث بالمصادر. يعني إيه المصادر؟ يعني جبت الكلام بتاع البحث بتاعك منين؟ مثلا جبتها من القنوات التعليمية أو من كتاب المدرسة أو من المنصة، كل اللي قلته إرشادات عامة. دلوقتي بقى هعرض لكم التلات أبحاث كاملين، وعليك تختار البحث اللي يناسبك، وده للصف الثالث الإعدادي. أول بحث عن تحسين البيئة العلمية والتكنولوجية. التقدم العلمي والتكنولوجي هو الوسيلة الضامنة لتقدم الدول. في ضوء دراستك والمصادر المتاحة قم بإعداد مشروع بحثي يتضمن ما يلي: استعرض الآثار الإيجابية والسلبية التي تنتج عن استخدام التكنولوجيا مع تطبيق ما تعرضه على ما درسته في مجال العلوم والأنشطة الاقتصادية في العالم. صمم مخطط مستخدما الأشكال الهندسية التي درستها لعرض الآثار الإيجابية والسلبية لتوظيف التكنولوجيا في الحياة اليومية باللغة العربية وأحد اللغات الأجنبية. اكتب فقرة قصيرة باللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية تبين فيها أهم ما تعلمته في مشروعك البحثي. تاني بحث ممكن أن أنت تختار منه عن الزيادة السكانية والأمن الغذائي. للزيادة السكانية آثار إيجابية وأخرى سلبية ولها علاقة وطيدة بالأمن الغذائي. في ضوء دراستك والمصادر المتاحة قم بإعداد مشروع بحثي يتضمن ما يلي: توضيح كيفية استخدام البيانات الرياضية والتمثيل البياني في وضع الخطط المستقبلية لمواجهة الانفجار السكاني وتأثيرها على النشاط الاقتصادي وتوفير الطاقة الكهربية للسكان. تصميم مخطط لتوضيح الآثار الإيجابية والسلبية للزيادة السكانية على موارد الدولة. استعن بما درسته في الرياضيات في تمثيل هذه البيانات والتنبؤ بتعداد السكان المستقبلي من خلال نسب الزيادة الحالية. اكتب مقال قصير باللغة العربية تقوم فيه بتوعية مجتمعات المحيط بك على الآثار السلبية للزيادة السكانية، ثم قم بترجمة بعض العبارات منه إلى إحدى اللغات الأجنبية. ثالث موضوع بحث ممكن الاختيار منه عن البيئة. تضم البيئة العديد من العناصر المتفاعلة بشكل مستمر، حيث تتأثر كل ظاهرة بعدد من العوامل، بداية من التفاعلات الكيميائية التي تتم في المعامل امتداداً إلى النشاط الاقتصادي في مجتمع ما.
في ضوء دراستك والمصادر المتاحة، قم بإعداد مشروع بحثي يتضمن ما يلي: توضيح العوامل التي تؤدي إلى إحداث تغيرات في البيئة مع ذكر أمثلة من مجال الزراعة وإنتاج الكهرباء، تصميم إعلان للحفاظ على الاتزان البيئي باللغة العربية وأحد اللغات الأجنبية، تصميم مخطط أو شريحة تقديمية تبين فيه العلاقة بين مكونات البيئة والعوامل التي تؤثر فيها. حطي لايك. بتمنى النجاح والتوفيق للصف الثالث الإعدادي. حطي لايك. جميع أولياء أمور الصف الثالث الإعدادي بقرايبهم بكل اللي يعرفوهم والكل قليلة يشتركوا في القناة أحسن لهم، ويرزعوا اللايك أحسن لهم. يا رب يا رب كل اللي يشترك في القناة ويرزع لايك ويرزع تعليق يجيب في البحث بتاعه امتياز. يا رب يا رب يا رب. حط اللايك. اشتركوا في القناة احسن لكم، وارزعوا اللايك احسن لكم. انا قلت اهو. حط اللايك. ايه ما تنسوش السبسكرايب بتاعي. لايك يا بيه، لايك يا فندي، تعليق، نشترك في القناة.